مثل ما هذا حال عاده النازحين. كل المظلومين عندكم اجيبهم بيدي. من اقصى العراق الاقصى. سيدات وسادة، اعضاء مجلس النواب، رئيسا لجمهوريه العراق. السياده كانت مستمره لانه حافظ على استقلال العراق وسيادته. حوار التاسعة مع زيد عبد الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من علامات غياب الدولة أن يهدد أيا كان بطريقته الخاصة من يشاء بعيدا عن الدولة والقانون، بل ويملي على القوات الأمنية ما يراه هو صوابا حتى وإن كان عين الخطأ. ومع ذلك تتعامل الدولة مع هذا النوع من القضايا بتشكيل اللجان، عن لجنة التحقيق في استهداف البعثات الدبلوماسية سنة. في الوقت الذي يترنح فيه الاقتصاد العراقي المنهك تأتيه التهديدات بالعزلة الدولية التي قد تعيده إلى أيام الحصار الاقتصادي في تسعينيات القرن الماضي، لكن هذه المخاوف لا تثير اهتمام الجماعات التي وصفتها الجهات الأمنية بالإرهابية والخارجة عن القانون. فالجماعات المؤدلجة لا يمكنها أن ترى أنها باتت السبب في جر العراق إلى خنادق الصراع الإقليمي وتوريطه في تحمل عواقب لا يمكن للشعب تحملها. لكن التعقيد الذي تشهده العملية السياسية يمنع تسمية الأمور بمسمياتها ويقود إلى إدانة الفعل والتغاضي عن الفاعل. هنا نطرح أسئلة: هل تحتاج الجهات الأمنية للجان عليا لمعرفة الجهة التي تستهدف البعثات الدبلوماسية؟ وما إمكانية الكشف عن فصائل الكاتيوشا والسلاح المنفلت ومحاسبتها؟ وكيف تنظر البعثات الدبلوماسية في بغداد لإجراءات الحكومة العراقية المتبعة لحماية تلك البعثات ومبانيها؟ كل ذلك وأكثر مشاهدينا الكرام نناقشه في حوار التاسعة مع ضيوف. لجنة جديدة لقضية أمنية عاجلة تمس سيادة الدولة وهيبتها، فالموقف الموحد للبعثات الدبلوماسية من هجمات الكاتيوشا ينذر بعزلة دولية تهدد الاقتصاد العراقي في أسوأ ظروفه وأصعبها. لجنة شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي برئاسة مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي للتحقيق في عمليات استهداف البعثات الدبلوماسية وكشف الجهات المتورطة خلال مدة أقصاها 30 يوماً، لتكون ملفات الأمن والاقتصاد والسياسة الخارجية للعراق مرهونة بنتائج اللجنة التي لن ينتظرها العراقيون فحسب، بل تترقب البعثات الدبلوماسية الأجنبية مخرجاتها لمعرفة مدى الجدية العراقية في التعامل مع هذا النوع من الأزمات. وفي الوقت الذي تعلن فيه واشنطن أن الجانب العراقي تفاعل بشكل جيد مع قضية استهداف قواتها وبعثتها الدبلوماسية، يؤكد مراقبون أن تشكيل اللجان هو أحد طرق التسويف المجربة خلال السنوات 17 الماضية، فيما يربط آخرون موعد إعلان نتائج اللجنة بإعلان نتائج الانتخابات الأمريكية التي تسبقها بأيام لمعرفة أي الطرق سيتخذها العراق للتعامل مع الهجمات على الوجود الأمريكي والتي قد تتوقف دون تدخل رسمي وفقا لنتائج الانتخابات الأمريكية أيضا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. كالمعتاد نبدأ بسؤال الحلقة ورأي الجمهور في سؤال الحلقة. سألنا جمهورنا على مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر تحديدا: هل يمكن للحكومة العراقية أن تكشف عن الجهة التي تستهدف البعثات الدبلوماسية؟ مو بس تكشف عن الجهة بل وتحاسبها. لاحظ أقل من الربع يقولون نعم يمكن للحكومة أن تكشف عن تلك الجهات، بمقابل أكثر من 3/4 يقولون لا، الحكومة ما تقدر تكشف عن
من يرتكبون هذه الأفعال في النهاية هي إجرامية وفي النهاية هي إرهابية. طبعا على صفحتي الشخصية أنا سألت سؤال مقارب، سألت الرأي العام أيضا، هل يعني تعتقد بأن اللجنة التي شكلت للتحقيق في مسألة استهداف البعثات الدبلوماسية بالإمكان أن تخرج بنتائج جريئة أيضا؟ أكثر من تقريبا الثلثين قالوا لا، بمقابل ثلث قالوا نعم. خلينا نسأل ليش، لماذا الرأي العام لا يثق بتشكيل اللجان الحكومية؟ الجواب باختصار، الجواب العملي، الجواب المنطقي، الجواب العلمي، أن كل اللجان التي شكلت في أعقد القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية لم تخرج بنتائج ولم يعلن عن نتائجها، وإذا خرجت بنتائج فهذه النتائج عمليا تسوف وتكون بلا قيمة فيما بعد. واحد يقول مثل شنو؟ ذكركم باللجنة النيابية اللجنة النيابية التي شكلت للتحقيق في قضية سبايكر وسقوط الموصل، في قضية سقوط الموصل قدمت اللجنة النيابية نتائج للقضاء، وهذه النتائج هي عبارة عن توصيات نعرف، لكن في نهاية الأمر لم تكن هناك مخرجات حقيقية. وأعكس هذا التسويف وهذا الإهمال على كل اللجان التي شكلت من 2003 وصعودا. ما الذي تحقق؟ من قدم للقضاء بناء على نتائج لجنة تحقيقية؟ من كشف عن لجنة أو عن جهة معينة كانت سببا في جرم ما؟ لا يوجد. لذلك الناس لا تثق بتشكيل اللجان. السؤال المنطقي الآخر، أنت ليش شكل لجنة؟ عندك مؤسسات قضائية وعندك أجهزة هي المعنية بالتحقيق في أي جرم وفي أي حدث يحصل. يعني مثلا قضايا استهداف البعثات الدبلوماسية مسألة تتعلق بالأمن الداخلي، لذلك هذا واجب وزارة الداخلية. ولما مثلا قضية تتعلق بخارج صلاحيات وزارة الداخلية، ما بين المحافظات، ما بين الأقضية، ما بين قيادة العمليات، تلجأ إلى وزارة الدفاع. قضايا حدودية تلجأ إلى وزارة الدفاع. فأنت على شنو تشكل لجنة وهذه اللجنة مشتركة؟ هل المحاصصة وصلت إلى قلب تشكيل اللجان التحقيقية والتعامل معها؟ هل تريد أن تشرك الجميع ضمن مبدأ والله الكل شارك في هذه اللجنة وبالتالي الجميع يتحمل هذه المسؤولية؟ احنا نأكد أن مثل هذه القضايا في مثل هذه الظروف نحتاج إلى إجراءات حقيقية أكثر من حاجتنا لتشكيل لجان، لأنه أكو قضايا واضحة، أكو قضايا ما يحتاج إلى تسويف، أكو قضايا من السهولة واليسر أن تكشف عن فاعليها ومرتكبيها، وأكو قضايا مرتكبيها يقول لك إحنا اللي سويناها. وبالتالي على شنو تشكل لجان تحقيق؟ حتى الناس تقول شبعنا من لجان التحقيق. أكثر ما نحتاجه اليوم هو تضييق الهوة ما بين المواطن والسلطة. هذه الإجراءات توسع من الهوة وتزيد من الشرخ ما بين المواطن والسلطة. يعني ما تضيقها، ما تلقى لها حل، ما تأسس لثقة. الثقة تبنى بالإجراءات الحقيقية الجريئة الصحيحة اللي ترجع هيبة الدولة وتوقف السلاح المنفلت وتحمي المواطنين من العبث. هذه اللي توقف زيادة الشرخ وترجع هيبة وثقة المواطن بالدولة وترجع الهيبة الدولة للدولة. أما تشكيل اللجان بهذه الطريقة هذه مشكلة. أكو واحدة من القضايا التي يعاب عليها في قضية تشكيل اللجان، احنا مثلا من نقول أن قضية معينة حدثت في مسألة ما في في
في قضية ما في منطقة ما وتشكل عليها أيضا لجنة مشتركة، مع أنه مثلا مستشارية الأمن الوطني هي المعنية بمتابعة هذا الموضوع وتجي تشكل لجنة. هل أنت ممكن واحد يسأل لا تثق بالمستشارية، لا تثق بوزارة الدفاع، لا تثق بالداخلية فتريد تشرك الجميع؟ هذه الفكرة تشبه فكرة السيطرة المشتركة. السيطرات المشتركة حتى ناس تراقب ناس في نقاط التفتيش، وكأنه أكو أزمة ثقة في داخل المؤسسات الأمنية، ما حد يثق بالآخر فنجيبهم كلهم يشتركون حتى واحد يراقب الله. أكو قضايا لا تحتاج إلى لجان مشتركة، إنما تحتاج إلى إجراءات حقيقية ملموسة تعيد ثقة المواطن بالسلطة وتنهي هذا العبث الأمني وهذه الإشكالية الأمنية، تنهي التهديدات المستمرة على أمن المواطن وعلى أمن البعثات الدبلوماسية، حتى نقول أن في العراق دولة. نلتقي بعد قليل مشاهدينا الكرام. آخر المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، قضايا مختلفة على الأصعدة كافة بالفيديو والصورة. تابع المزيد والحصرية من الأخبار والأحداث من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب وإنستغرام. الفلوجة، من هنا البداية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، ضيوف هذه الحلقة من أربيل الدكتور عياد الطوفان الخبير الأمني والاستراتيجي، وكذلك الخبير الأمني الأستاذ أحمد الشريفي. أهلا بكما ضيفين في حوار التاسعة في حلقة هذه الليلة. دكتور عياد، البداية معك، كيف تستشرف مخرجات للجنة التي شكلت اليوم؟ اليوم السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة منح وقتا محددا لهذه اللجنة حتى تكشف عن الجهات التي تستهدف البعثات الدبلوماسية. تحية لك استاذ زيد، تحية لضيفك من بغداد، وتحية لمشاهدي قناتكم الكرام. حياكم الله. في العراق الديمقراطي الجديد منذ عام الاحتلال 2003 لحد هذه اللحظة، أي قضية تريد تضيعها وتموحها شكل لي عليها لجنة، واللجنة تشكل لجان وهكذا، ولنا في ذلك شواهد كثيرة. الأولى هي لجنة ضياع ثلث العراق التي ذهب ضحيتها الأنبار ونينوى وصلاح الدين، حتى أن السيد العبادي قال مجموع ما خسرناه ماليا من تجهيزات وسلاح وآليات في الموصل كان 27 مليار و 770 مليون دولار، ناهيك عن آلاف الضحايا والمختطفين والمعتقلين ظلما والمحكومين أيضا. واللجنة الأخرى هي لجنة سبايكر، ذهب ضحيتها 1700 شاب عراقي شهيد لا تتجاوز أعمارهم 25 سنة، لأنهم تدربوا شهر ونصف الناصرية وشهر ونصف التاجي، وأخذوهم يوم إلى حقول عجيل وعلاس وأرجعوهم إلى سبايكر، وضاع دم هؤلاء الشباب والحزن يلف 1700 عائلة. من اللجان القريبة هي لجنة 15 برئاسة وزير التخطيط السابق نور الدليمي، لا نتائج. وأيضا وصلنا إلى لجنة الفساد، هذا الهرم الذي شكل والذي أضاع لنا 1500 مليار دولار، هي حصيلة العراق على السنوات الماضية، ونحن حتى وصلنا لمرحلة لا نستطيع صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين. والآن وصلنا إلى هذه اللجنة، وأنا أرى فيها ثلاث نقاط رئيسية. النقطة الأولى، كل السيد الكاظمي يعلم جيدا، كل الشعب العراقي على قناعة تامة، إن جميع الأعضاء الذوات الذين شكلوا هذه اللجنة هم على دراية ومعرفة لهذه الفصائل وحتى بالأسماء، أين يدخلون من أين يخرجون وماذا يملكون، لكنهم بسبب تدخل السياسيين في عمل وزارات الأمنية والعسكرية منذ تشكيل
الدولة العراقية بالألفين وثلاثة لحد هذه اللحظة انعكس سلبا على الجميع، ولهذا لا يستطيعون البوح. قد مجموعهم يستطيعون أن يخرجون بمخرجات، لكن الدكتور دكتور عياد قرار جماعي، هناك رأي ويلقي التهمة إلى الآخر. نعم هناك وهذا رأي، وهذا الدليل بأن المدة اللي قرروها شهر لهاي العملية. دكتور النقطة الثانية استاذ دكتور زي. قبل النقطة الثانية هناك رأي يقول، بس أكمل دكتور لك النقاط. أنا أجيك قبل النقطة الثانية معذرة. أكو رأي يقول لك وجود هذه الأجهزة مجتمعة في هذه اللجنة هي لمسألة تكاملية، لغاية تكاملية، موجود الجيش وموجود الحشد وموجود الشرطة وموجود الأركان والجميع من كل الأجهزة الأمنية مشاركة. عمليا دعنا نسلم بأن الجميع يشارك، هل هذا سينعكس على النتائج؟ أستاذ زايد، هؤلاء جميعا من صلب واجباتهم الوظيفية هي الحفاظ على استقلال البلد وهيبة الدولة وسلامة المواطن وأمن البلاد، هذه من صلب واجباتهم، حتى بما فيهم رئيس الوزراء عندما كان مديرا للمخابرات. إذن أنا هاي ذكرتها لأن مجتمعا سيكون قرارهم له القوة، بدون أن يكون كما يكون كل جهاز منفرد ويتحمل مسؤولية ما ممكن أن يجلب له التهمة والمشاكل. النقطة الثانية اللي ما أكملتها، السيد الكاظمي يتحاشى جدا نفاذ صبر الأمريكان ووصولهم إلى مرحلة النفاذ، وبذلك عند نفاذ هذا الصبر ممكن أن ينفذون ضربات بعينها لأهدافهم مستطلعينها جيدا، وبالتالي يحرج الحكومة وينزلق البلد إلى الانفلات الأمني. النقطة الثالثة المهمة لهذه اللجنة هي هذه اللجنة بكل نتائج التي ستظهر ستضع الحكومة أمام التزام قوي يجب أن تستلم نتائجه، وأنا أتوقع الشهر هذا حتى يتزامن مع نتائج الانتخابات الأمريكية، حتى نبدأ ونعرف نحن من أين إلى أين سائرون وكيف نتصرف، وعلى مبدأ لكل حادثة حديث. طيب. وعليه أني أقول باختصار يعني هاي العملية برمتها هي يعني دفع لمرحلة متقدمة ممكن الأمور تتغير في المستقبل القريب. رأيك على كل الوضع الداخلي. هذه المقاربة مهمة أستاذ أحمد الشريفي، بعد ترحابك مرة أخرى. هذه المقاربة مهمة، يقول لك يعني فترة الشهر التي اختيرت لإنهاء مهمة هذه اللجنة تتزامن مع ظهور نتائج الانتخابات الأمريكية، حتى نطلع من هذا الحرج. إذا استمر ترامب احنا مطلعين نتائج، إذا جاء بايدن فالموضوع خلصان تلقائيا. إلى أي درجة من الناحية الأمنية هذه المقاربة صحيحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة من الضروري جدا أن نوضح للرأي العام العراقي ما الذي يجري في العراق، حتى يكون على بينة في المسار السياسي للعراق عموما، يعني منذ التغيير وإلى الآن. مسألة المحاصصة تطرح للرأي العام يوصفها خيار للمنتظم السياسي، وواقع الحال هي ليست كذلك. المنتظم السياسي جهوي وجبهوي. المنتظم السياسي لا أبرئ جهة من الانتماءات سواء كانت الإقليمية والدولية، وشكلوا حلقة في إطارها تجري التوافقات للاستحقاقات الإقليمية والدولية. وما يؤسف إليه أنه في هذه الحلقة، حلقة إدارة السلطة وإدارة الدولة في العراق، تغيب فيها المشاريع الوطنية، لأنه لا مكان للوطني في ظل هذه المعادلة التي هي تمثل امتدادات إقليمية ودولية. الذي حصل في فترة ما كان هناك توافق، وبالتحديد توافق إيراني أمريكي أنتج أغلبية، هذه الأغلبية تحكمت بالمسارات ثم التحقت بها أطراف إقليمية. ما يعنينا أنه ما المتغير الذي حصل في هذه الفترة حتى جعل مسرح الأحداث في العراق ساخنا وبدأت تستهدف البعثات. أن الولايات المتحدة في مرحلة أوباما كانت تدير يعني السياسة الخارجية الأمريكية وفق فلسفة خاصة بالديمقراطيين، هذه تغيرت تغييرا جذريا، ومع مجيء ترامب قلب المعادلة
وبدأ يبحث عن المجالات الحيوية للولايات المتحدة التي هي تمثل جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الأمريكي. وهي رؤية الجمهوريين بسرعة. فيها عقد استراتيجية. نعم لا والجمهوريين ومن يتبنى المدرسة الواقعية الجديدة، لأنه احنا عندنا الجمهوريين البعض منهم متبنيات الفكرية هي المدرسة الواقعية، لكنه ترامب وفريقه أو الجهة التي أنتجت ترامب هي تتبنى المدرسة الواقعية الجديدة. صحيح. المدرسة الواقعية الجديدة تختلف اختلاف كلي عن المدرسة الواقعية، لا قواعد مختلفة تماما عن الواقعية الكلاسيكية. أحسنتم، جاءت بإدارة بالحقيقة تختلف اختلاف كلي، تتحدث عن الوجود المباشر، اعتماد على الحليف المحلي، تفكيك المنظومات بما يطلق عليه بترشيق الأداء وترشيد الإنفاق. فبدأت تبحث أنه ليش يشكل على سبيل المثال على مستوى القوة، ليش يشكل ناتو دولي، ليش ما يكون ناتو إقليمي، الإنفاق إقليميا والاستثمار دوليا، وهذا ما سيحصل في قادم الأيام. فإذن معادلة فلسفة مركبة، ما يعنينا أنه ما المتغير الذي حصل، أن الولايات المتحدة ماضية باتجاه اتخاذ العراق بوصفه عقدة استراتيجية مهمة في سياستها الحالية، أن يكون حليفة استراتيجية للولايات المتحدة، وعلى الإرادات الإقليمية أو الدولية إن أرادت النفاذ سواء كانت روسيا أو الصين أو حتى إقليميا إيران أو أي دولة أن تدخل بالبوابة الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة ترى أنها هي المعنية بشأن العراق باعتبار هي التي تصنف كعراب مشروع التغيير السياسي في العراق. طيب. ولذلك هي الآن ترشق الوضع السياسي في العراق، لا يوجد منتظم سياسي إلا وهو متصالح مع لما تذكر أستاذ أحمد يخرج خارج المعادلة السياسية. لما تذكر حتى أرجع إلى ملف اللجنة، لما تذكر المنتظم السياسي الفاعل في المعادلة القائمة الآن ما بين الولايات المتحدة، المعادلة الإقليمية والدولية ما بين الفواعل النشطين في الساحة العراقية، هل تعتقد بأن هذا الذي يحصل إطلاق صواريخ، القضية مو قضية أمنية، القضية بالأساس قضية سياسية، فتحتاج إلى حلول سياسية أكثر من كونها حاجة إلى حلول أمنية؟ لذلك يعني هذا يخلينا نسأل ما قيمة هذه اللجنة إذا كانت الحلول هي حلول سياسية مو أمنية؟ أحسنتم، هي بالأساس حتى من حيث تصفية الحسابات يجب بالتقييم استراتيجي لضعها في خالة تصفية الحسابات السياسية وليس الأمنية، لأنه بالأساس ماكو خط تماس يدعو إلى أن يكون هناك اشتباك. حتى مفردة المقاومة ما عادت موجودة، من تقاوم ولماذا تقاوم وكيف تقاوم، هذه بالحقيقة الفرضيات لا زالت لم تجد إجابة حتى عند الرأي العام البسيط، ولذلك القناعات منسوبها منخفض. ليش بالمنتظم السياسي لا يسمحون بتدفق وجوه جديدة حتى عبر سلسلة الانتخابات التي حصلت؟ لأنها هذه الحلقة المغلقة متصالحة فيما بينها على التوازنات الإقليمية والدولية، ولا وغير ناظرة للثوابت الوطنية والمصلحة العليا للعراق، ولذلك وصلنا إلى هذا الحال من التداعيات في العزلة السياسية للمنتظم السياسي وفي سوء إدارة الموارد. إذن تعتقد هو أساس المجال يجي عبر الانتخابات. جيد أستاذ أحمد، إذن تعتقد بأنه هذه اللجنة فقط حتى أرجع لموضوع اللجنة دا نقيمها مما ذكره الدكتور عياد، هذه اللجنة تحاول أن تكسب المزيد من الوقت لحين عبور مرحلة الانتخابات الأمريكية، تتفق مع هذه الفكرة أو لا؟ نعم، هو بالحقيقة أقول لك شيء، هذه اللجان التي تتشكل كلها ضمن دائرة الأحزاب المشاركة بالسلطة، يعني إذا كانت لجنة تشريعية فهم نتاج لأحزاب توافق مشاركة في السلطة، الوزارات قياداتها إدارة الوزارة، لأنه إحنا عندنا موارد وعندنا إدارة، بتلزم تحكم القبض على الإدارة تلقائيا، أنت تتحكم بالموارد المادية والبشرية، وإلا إحنا صفوة شبابنا هم المقاتلين اللي موجودين بالميدان، ومو داعش لو 10 أضعاف إمكانية داعش ما كانت تخترقنا لو الموارد وظفت توظيف أمثل. فإذا وين عندنا الخلل؟ عندنا الخلل أنه مؤسساتنا الأمنية والعسكرية أيضا مسيسة، وهي داخلة ضمن دائرة السياسة، هي التي تعطل الموارد
وهي التي تفعلها وتكسبها ثقتها بنفسها واتخاذ الإجراءات. ما يعنينا باللجنة، شوف اللجنة الكاظمي حرج بشكل كبير جدا أمام المتظاهرين، باتت هناك سقوف زمنية كبيرة دون أن يوجد إجابات لقضايا حمله الرأي العام العراقي عموما وجوب الإجابة عنها. فبما أنه امتد الزمن حول المسؤولية من مسؤولية تنفيذية مباشرة لشخص رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة إلى المسؤولية الجماعية، شارك البرلمان وجاب ممثلين عن كل المكونات وعن كل الجهات المشاركة في العملية السياسية، أنه هذا الشهر سيكون استحقاق، إذا سقطت المعادلة فلتسقط جميعا. جيد. الكل سيعاتب. ممتاز. لا يعاتب فقط. تبقى تقييم. وعلما. تبقى تقييم هذه الشراكة. هذه اللجنة بنتائج إيجابية. ممتاز. يبقى نعم. تقييم هذه الشراكة دكتور عياد الطوفان، هل هذه حالة صحية أن نشرك الجميع من المؤسسات، من الشخصيات، من المناصب المتعددة في الحالة الأمنية، في الحالة السياسية، في الحالة التشريعية، في الحالة التنفيذية، في الحالة الاقتصادية؟ هاي ظاهرة تشكيل اللجان من الجميع حالة صحية لو سلبية من وجهة نظرك؟ أنا أشوفها هاي تؤشر لضعف كبير بالقيادة. المفروض أكو تخطيط وأكو قرار هم، لكن مثل ما قال الضيف وأنا قلتها قبل شوية، كل ما كان الجميع يشتركون وكلما يعني كل سواء برلمان أو هاي الأحزاب ومن يمثلون بخلفيات الذوات الموجودين، هي ستكون نتائجها للجميع والكل مشارك فيها، وإلا فصائل خارجة عن القانون. عندنا ما يعادل أكثر من 4 فيالق، الدولة عاجزة حتى أن تسميهم الإرهابيين ولا تقول ولا تحيل سموهم المادة الرابعة دكتور إرهاب دكتور سموهم مجاميع إرهابية بعد سنة ونص في آخر بيانات في آخر كانوا يسمونهم دكتور زيد كانوا يسمونهم إصابات إجرامية وجنات. العبوة التي انفجرت قالوا عبوة انفجرت ولم يذكروا من أو حتى يقولون عصابة أو غيرها. إذن هناك ضعف كبير في هذه في عملية القرار والحزم والحسم، وهذا ينعكس سلبا. أنا بس أريد أذكر فسالفة على هاي السفارة اللي جاي يرمونها سنة ونص، هم يعلمون جيدا كل صواريخهم الكاتيوشا الغبية تسقط يمين ويسار ولا تسقط ضمن محيط أكبر سفارة بالكون بكل دول العالم، لأنهم يعرفون الغضب الأمريكي ورد الفعل عليه. وهنا إذا سمحت لي بسريعا أتكلم عن هذه السفارة، كل دول العالم هي تعتبر السفارة أرض لهم وهم يشترونها حتى يكون سند الملكية باسمهم، إلا في العراق هذا السفارة الأمريكية بالعراق بال81 سألوا حافظ أسد قالوا له راح تحضر مؤتمر دول عدم الانحياز الذي ينعقد في بغداد، قال حضرنا مؤتمر قمة طلعوا نص العوائل من بيوتها بالمنصور حتى يسكنوننا احنا وغيره في العراق من يلهم. القيادة سوت رأسا اتعاقدت على بناء فندق فلسطين ميريديان، فندق شيراتون، فندق بابل والمنصور ميديا، وأيضا بنوا قصر الضيافة على شرط أن يضم كل القادة الدول العربية ال22 رؤساء وملوك وأمراء مع ضيوفهم. فكان هذا القصر كل ضيوف العراق من ال82 لحد هذه اللحظة هم ويتذكرونها جيدا بما فيهم طيب الله ثراه الراحل زايد الشيخ زايد عندما كان يتغنى بهذا القصر. إذن هذا القصر إلى قوة معنوية لسيادة الدولة. هذه الفصائل والأحزاب جميعها ألحوا على الأمريكان أن يسلموهم هذا الموقع الرسمي الذي يمثل إرث حكومي للسيادة والوطنية وسكنوهم به، والأمريكان توسعوا فيه لدرجة أنه يستطيع أن يحتوي على لواء كامل من المارينز. وأضيف لك معلومة أستاذ زيد، الأمريكان ما شغلوا ولا عراقي بعمليات الصيانة وإضافة البناء فيها، كلها جابوهم من جنوب شرق آسيا. وليس هذا فقط، بنوا مواضع للضربات النووية أبدا ما خلوا ولا عراقي يدخلها، ومو كل عراقي حتى ضيوفهم
فقط الكبار من يريد يستقبلون أحد يستقبلون بالمقر العسكري الذي له باب نظام واحدة تدخل إلى قيادة العمليات المشتركة وأيضا إلى الجناح الأمريكي. إذا نحن لدينا من الغباء ما يؤدي إلى تدهور العلاقة ما بين العراق وكل دول العالم، وهذا هذا يؤكد فرضية ينعكس سلبا على العراق كدولة اقتصادية، ونحن نعاني من أزمة مالية وأزمة صحية ناهيك عن التخلف بالبنى التحتية والزراعة والصناعة. نرجع. نحن رابع احتياطي بالعالم، لا نستطيع تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين، يعني ما موجودة. جيد، حتى نرجع إلى قضية استهداف البعثات الدبلوماسية. اليوم إحدى وسائل الإعلام يعني تحدثت عن تسريبات لعمل هذه اللجنة، ما أعرف هذه التسريبات صحيحة، لست في معرض تقييم هذه النتائج، ولكنها تقول بأن يعني من لجنة التحقيق في تسريباتها الأولية في استنتاجاتها الأولية بأن المسؤول عن استهداف البعثات الدبلوماسية هم كتائب حزب الله ومن معها من الميليشيات، يعني ومعها بعض الميليشيات، يعني هذا نص الخبر الذي ظهر في إحدى وسائل الإعلام بغض النظر عن اسمها. هل هذا التسريب يعني يراد منه رسالة؟ هل هذا التسريب يراد منه إحراج مصطفى الكاظم ابتداء واللجنة التي شكلت، أم أنه يعني فعلا هناك يد واضحة تريد أن تشخص أولا إلى طبيعة تلك الجهات والجماعات المسلحة؟ أستاذ زيد، تسجل لكل هذه الفصائل هم عدم خوفهم ويتكلمون بصراحة، هم لم يخفون الأمر سواء في بياناتهم أو تغريداتهم، وهم يقولون إحنا لسنا منضمين لا مع الحشد ولا حتى نأتمر بأمر الدولة العراقية، وهؤلاء يسمونهم المقاومة، وكما ذكر ضيفك أي مقاومة، ولهذا هؤلاء هم جميعا لكن لو لديهم تنسيق وعمل مشترك ومرات تغطية من كافة الميليشيات التابعة إلى الأحزاب الموجودة والتي تقود العراق، ولهذا هناك ميليشيات تابعة لهذه للأحزاب الموجودة جميعها، وهناك دولة الميليشيات أو بما يسمى السلاح المنفلت، هذه الفصائل التي ليس لها ارتباط حكومي، وهاتين أنا أسميتهم الأهرامات، الهرم الميليشيات وهرم الدولة المنفلتة، بينهم تنسيق وتعاون كبير جدا. لم يأتي هذا الخبر بجديد إذن قال من كتائب حزب الله، أبدا، هذا وباقي الفصائل الشعب العراقي على قناعة تامة بأنهم هؤلاء هم الذين متبنين للمقاومة والازدواجية. هنا الكثير من الأحزاب سواء شخصيات أو حتى فكر حزبي يقول نعم الأخوان مثلا معنا، أحد القيادات الكبيرة موجود قال، أنا سمعت التصريح يقول إحنا طبعا بعض الأخوان مراضين على نهج الحكومة فانتهجوا طريق المقاومة. ماكو هيك ازدواجية، أنت أولا أنت المال بيدك، السلطة بيدك، الحكومة أنت شكلتها. هذا يرجعنا دكتور، لم يأتي بانتخابات دكتور، هذا يرجعنا إلى ما تحدثنا به قبل قليل. هو جابوه يعني مرشح تسوية وأنتوا جبتوه حطيتوه دكتور، ليش بساندونه؟ حتى نرجع هاي المرحلة، حتى نرجع لحوار أمني، لا ينزلق إلى اللا مجهول، حتى نرجع إلى حوار أمني، هذا الذي يؤكد فرضية بأن كل هذا الفعل ورد الفعل هو عبارة عن فعل سياسي أو لأغراض سياسية، لأنه الموضوع من أساسه هو موضوع سياسي بامتياز، يعني سواء إطلاق الصواريخ أو انفجار العبوات أو البيانات المختلفة لأغراض سياسية بحتة، فاتفقنا بأن الحلول ينبغي أن تكون سياسية أكثر منها أمنية. شو رأيك أستاذ أحمد الشريفي بقضية ما سرب من لجنة التحقيق؟ ما أعرف إذا جنابك اطلعت على هذا الخبر أو تابعته، بأن مطلقي الكاتيوشا هم عناصر ميليشيا حزب الله في العراق بهذا النص كما ورد على الوسيلة الإعلامية التي أظهرت الخبر.
نعم، هو فقط أضيف مسألة وهذه باتت حقيقة ومدركة حتى من قبل الرأي العام العراقي، أنه العناوين أصابها التشظي. يعني الآن عندما تتحدث عن عنوان ما تجد أنه هناك ثلاثة وأربع عناوين تحت، وهذا التشظي مدروس، أبعاد أنه حصل انشقاق، أليس كذلك؟ الحال تشظي. أنا راح أقول لك وين العلة. العلة أنه هناك مشاركين، يعني حركات سياسية لديها أجنحة عسكرية، هذه الأجنحة العسكرية تمارس أدوارا عسكرية للابتزاز، ولكن هو لا يستطيع بعنوانه السياسي أن ينسب هذه الأجنحة العسكرية إليه، لأنه راح ترتب عليه آثار كبيرة جدا، فيجعلها وهمية غير منظورة ويحركها للابتزاز بمجرد أن تبرم صفقة. يعني إحنا الآن على سبيل المثال أمام فتح ملفات ستكون قضايا رأي عام، ملف إرهاب وملف فساد، الذي متورط بفساد يمارس نشاطا من أجل إيجاد صفقة، حال إبرام هذه الصفقة أنه أخرج بما سرقت خروجا آمنا، راح تسكت أجنحته العسكرية. واللي بالحقيقة أيضا متهم بملف إرهاب أيضا راح يحرك جماعاته كأوراق ضغط ميدانية لأن يحصل على صفقة خروج آمن أو الاستمرار في العملية السياسية. طبعاً الأغلبية لا يرغبون بالخروج الآمن، الكل متشلب بالسلطة يريد يبقى يفرض واقع حال، إن قبلتوني كان بها وإن ما قبلتوني فأجنحتي العسكرية مهيئة. ولكن هو لا يستطيع بعنوان السياسي أن يطرح هذه، طرحت بعنوان عناوين شتى، ولذلك حتى العنوان بات عنوان المتشظي، عنوان متشظي حتى في أجنحته الإعلامية ومؤسساته. أنا أرجع إلى السؤال، أرجع إلى السؤال اللي بديت به الكلام أستاذ أحمد معذرة، هل هذا التشظي مدروس حتى يعني نعدد العناوين، حتى نضلل الرأي العام، حتى ما تتهم جهة بعينها دون جهة أخرى، حتى لا تحرج الجهة التي لديها أجنحة سياسية في داخل العمل التنفيذي والعمل التشريعي؟ هذا التشظي وكأنه مدروس، أنا أفهم الموضوع. أحسنت، هو مسألة الرأي العام بالحقيقة لا يحسبون الحساب، لأن لو يحسبون الحساب للرأي العام ما جعلوا تحت نيرانهم، لأنه إحنا الآن على سبيل المثال الآن أي مشاغلة للسفارة راح تعالج بالسيرة، عوفك من المقذوف والانحرافات اللي يصير به. هو أساساً السيرة من الرشقة الواحدة مالته 4500 إطلاقة، إذا شاغل بدقيقتين معناها 9000 طلقة، هذه الإطلاقات كلها أداة قتل، لأنه راح تنزل على رؤوس المدنيين، منطقة مهولة بالسكان. تعرف إحنا كان عندنا إحدى وسائل السلامة الجوية، لا يجوز لطيار المقاتل أن يجري ألعاب جوية أو مناورات خطرة فوق المناطق المأهولة بالسكان خشية من سقوط الطائرة وتسبب أذى. فإذا هي كانت الألعاب الجوية والمناورة الجوية للطائرات محرمة حتى لا يلحق الأذى بالمدنيين، فما بالك بالاشتباك في مناطق مدنية. الغرض، فإذا نحن أصل الأزمة في العراق سياسية، وأنه هذا النموذج السياسي في العراق عليه أن يدرك حقيقة أنه راحل. الولايات المتحدة لا تجازف في الاشتباك مع الشعب العراقي، ومن أقول الشعب العراقي ألغي الهويات الفرعية، شعب واحد، الشعب الواحد الآن موحد في توجهه اتجاه رفض ونبذ المنتظم السياسي. الولايات المتحدة قرأت المعادلة قراءة دقيقة حتى تبقي العراق عقدة استراتيجية وتبقي العراق حليفة استراتيجية لها، لابد من تغيير النموذج السياسي، لأنها تعاتب بشكل مباشر أنها الراعي الأكثر تأثيرا لهذا المنتظم السياسي. يعني هذا على هذا الأساس، على هذا الأساس تتكلم انتخابات قادمة كنموذج سياسي جديد، أم أن حكومة مصطفى الكاظمي هي حتى النموذج ما صارت انتخابات السياسي الجديد؟ لا أنا أضيف لك معلومة. حكومة الكاظمي جاءت نتيجة سجال، يعني جاءت حكومة عادل عبد المهدي لتبني مشروع تقويض النفوذ الأمريكي، فشلت هذه الحكومة وجاء الكاظمي لإتمام مرحلة. إذا فشل الكاظمي فنحن ماضون باتجاه حكومة طوارئ أو حكومة إنقاذ، وبالمناسبة حكومة أما ستكون عسكرية أو شبه عسكرية. من سيشكل هذه الحكومة؟
كيف ستتشكل، متى تتشكل، هذه بالحقيقة فرضيات لازلنا لا ندركها عبر التنبؤ أو عبر القراءة التحليلية أو استشراف المرحلة القادمة. ولكن أنا في تقديري أنه الكاظمي لن يستطيع أن يكمل، لأنه أدوات إدارة الأزمة لا يمتلكها، بدأ بدعم شارع ودعم متظاهرين ودعم حتى المرجعية. الآن هناك إحباط من القوى الثلاث الداعمة للكاظمي، والكاظمي حاول ولكن باتت نذر الفشل واضحة جدا في أدائه، ما يقدر. هذه أصبحت كيانات متشبثة متغلغلة في مؤسسات الدولة، لكن الفساد لا لكن لا أعلنت يجري أعلنت أستاذ أحمد إلا بإرادة قوية. أستاذ أحمد، أعلنت الكثير من القوى السياسية عن استئناسها ومحبتها لرئيس وزراء توافقي ضعيف، وبالتالي ليش الضوج من عنده؟ بالعكس، هذا هو المطلوب. أحسنت، هذا مطلوب المن للمنتظم السياسي. بالمناسبة المنتظم السياسي جميعا إسلامي ليبرالي سمين ضعيف، كلهم متفقين على أنه يجب أن تكون السلطات الثلاث ضعيفة وتحت سيطرتهم. ولذلك سمع في النظام السياسي في العراق أن الأحزاب أقوى من المؤسسات، وهذا تناقض تام مع مفهوم الدولة الحديثة. الدولة الحديثة هي دولة مؤسسات ودولة قانون، ولا حزب أو شخصية أو قائد رأي فوق القانون أو أقوى من المؤسسة. الحال عندنا بالعكس، لأن المؤسسة مرتهنة للحزب، الإدارة بيد الحزب، والذي يدير الوزارة هو الشكل الموجود. طيب، الإدارة لمدير مكتب اللي هو أساسا ضمن المكتب السياسي للحزب سيل أو صاد، وبقية القانون مروض لصالحهم. حتى حينما يأتي التشريع يفصل على مقاسات الأحزاب لا على مقاسات دولة القانون. يعني واحدة من شواهد غياب الدولة ومؤسساتها هو الوضع الأمني اللي نعيشه الآن، وشكلت على أساسه لجان دون نتائج. ألا تعتقد دكتور أعياد بإمكانية أن يستمر التصعيد الأمني مع وجود هذه اللجنة؟ لأننا اتفقنا ابتداء بأن هذا التصعيد لأهداف سياسية. هل فعلا رشقات الصواريخ تجاه المطار، تجاه المنطقة الخضراء، لن تتوقف حتى موعد الانتخابات الأمريكية حسب النتائج؟ سؤال جيد أستاذ زيد. نعم، أنا أتوقع هذه اللجنة لن تأتي بجديد، وما دام هذا الأوضاع وهذه التركيبة بالتنظيم هي تستمر هذه اللجنة واللجان التالية على نفس المنوال لا تصدر نتائج، وإن صدرت نتائج خجولة لسببين. الأول، كل الأجهزة الأمنية والجيش وتحت كل عناوينهم هم يتحملون الأخطاء السياسية الكبيرة التي ارتكبتها هذه الأحزاب التي دمرت البلاد، والنتيجة هم انزموا جانبا، وضعوا المواجهة مثلا بين المتظاهرين وهذه القوات، وبين هذه القوات وأيضا هذه الفصائل المنفلتة. النقطة الثانية، التدخل السياسي أحزاب وأشخاص بهيكلة الأجهزة الأمنية منذ عام 2003 ولحد الآن بحجة التوازن، والذي هو تجميل لكلمة المحاصصة، الذي انعكس سلبا على أداء كافة هذه الأجهزة. وسأضرب لك مثالا يعنيني، اللي هي وزارة الدفاع. يعني القائد العام قوات المسلحة يجب أن يكون شيعي، وزير الدفاع سني، رئيس الأركان كردي، معاوني رئيس أركان الجيش يجب أن يكونون اثنين شيعة واحد كردي واحد سني. قيادة مثلا قائد القوات البرية يجب أن يكون سني، رئيس الأركان مسيحي، مدير التدريب البدني وبعض المديريات تركماني. وهذا يجب أن قيادات العمليات 14 قيادة، 9 لازم شيعة، 1 كردي، 4 سنة. هذا والجميع ليس التزم فيه فقط، بل بدأ يتجاوز على حصص غيره، مثل حصة رئيس أركان الجيش منذ 9 سنوات أخذت من الأكراد والآن إلى مكون آخر. أنا يعز في نفسي أن تكون معايير مثلا وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية على المحاصصة والمحسوبية والمنسوبية، بدون أن تكون على الخبرة
والعلمية والكفاءة والنزاهة، لأن نحن مطلوبين هذه القيادات لو كانت على ما ذكرته على النزاهة والعلمية والخبرة والكفاءة لما تجرأت لا هذه الفصائل ولا غيرها. حد الآن يعني أنت يعني هاي القصف راح يتم، بس أنا أريد أسأل على قواطع العمليات، يعني معقولة أنت صار لنا 17 سنة يومية يصير القصف ويصير هجمات لداعش بنفس المناطق وتتكرر ونفس الخسائر؟ إذا احنا محتاجين لعملية إعادة تنظيم لكل القوات المسلحة وخصوصا الجيش. اثنين، احنا محتاجين إلى عملية إعادة انفتاح القطاعات ليس في بغداد فقط وإنما في كل المحافظات. أنا أريد أسأل الجيش شي يسوي ببغداد؟ شي يسوون ببغداد؟ أنت منين رايح منين جاي؟ هذا السؤال الغبي. بكل السيطرات الجيش يكون على المحاور، يكون على التنظيم أيضا والتدريب على المحاور ممكن يتقدم منها العدو، وأيضا إعادة تسليحه والتدريبه وإعادة تنظيمه، حتى الشرطة الاتحادية ويسلم الملف حماية المدن إلى الشرطة المحلية. إحنا ليش ركناهم؟ زين هذولا إحنا وضعنا كاميرات مراقبة ضمن بغداد، هاي السيطرات إذا ما تقدر تمنع هاي الفصائل اللي تهدد البعثات وتعرض ويا ريت مهدد البعثات، كل صواريخهم تسقط على عائلة بالرضوانية راحوا 5 أطفال و3 نساء، أيضا احترق السيارة يعني بالمطار قبل فترة. دكتور انت لما تريد نقاط اتحادية بقاعدة كيوان نقاط تفتيش دمرت عندنا طائرة سمتية بقاعدة التاجي دكتور، يعني هاي المبررات واحدة أصلاً عيب. واحدة استاذ زيد معذرة بس فقط زيد فقط لهذه الملاحظة دكتور. هذا الأمر فقط لهذه الملاحظة أينا. اللي ذكرتها جنابك فيما يتعلق بنقاط التفتيش، يعني أيضا واحدة من التسريبات تقول بأنه هذه الجماعات التي تطلق الصواريخ تتحرك بباجات رسمية بسيارات رسمية. زين مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء مدى يعرف بأن هناك جهات تتحرك بهذه الباجات وبهذه الآلية وبهذه الكيفية؟ يعني وكأنه أكو قضايا ممكن الواحد المواطن يسأل الآن ما تحتاج إلى تحقيق بسبب وضوحها ومسار تحركها، باجات وسيارات رسمية هي التي تتحرك داخل بغداد، لذلك لا تتأمل بأن هناك نقطة تفتيش مفرزة راح تقولها أوقفي أنت وين رايحة؟ إيش قاعد تسوون؟ شايلين بالصندوق إلى آخره. استاذ زيد ده يتنقل سلاح ثقيل، انا كعسكري اختصاص كل اللي تطلعونه مرات الخلايا الامنيه على الاجهزه التي انطلق يعني القواعد التي اطلق منها الصواريخ او التي لم تطلق، كل القواعد اللي اطلق منها الصواريخ ما بيها هبه خلفيه، مع العلم الكاتيوشا ممكن يعني تترك هبه حفره حتى بالتبليط، هاي كلها ماكو. اذا احنا ولا ما تتم العمليه يجيهم تليفون يروحون يلقون بعض القواعد وتم يعني القبض عليها، شنو الفائده؟ يعني احنا سنه ونص بغداد ما قدرنا نأمنها، هذا اصبح الامر يعني يحط من هيبه الدوله ويحرج كل الاجهزه الامنيه بشكل مخزي ومعيب. يعني انت عاصمه بها اكثر من 4 فيالق، جهاز مكافحه الارهاب فيلق، قيادة عمليات بغداد بثلاث فرق فيلق، الشرطة الاتحادية فيلق، الشرطة المحلية أكثر من 120,000 فيلق، ناهيك عن وزارة الدفاع والداخلية والأمن الوطني والمخابرات، وكل هذه وكلها من ترمي سلاح الكاتيوشا مدى 6 كيلو. يعني أنت من مكان الانطلاق لمكان السقوط ما يتجاوز 6 كيلو. قبل فترة طلع عندنا بيان يقول المنطقة الخضراء قصفت من باب المعظم بقنابر الهاون. قنابر الهاون عندنا نوعين، النوع الخفيف يعني هذا يكون مدى 1690 متر، والثقيل مدى لا يتجاوز 6 كيلو. يعني معقولة احنا من ينباب المعظم يعني من جسر المعلق ما نقدر نأمن 3 كيلو؟ شلون وصلت؟ شلون انسحبت؟ شلون نفذت؟ وشلون اختفت؟ يعني هاي مثل ما قلت جنابك المدني البسيط يعرفها، الدنيا كلها تعرفها، لكن هؤلاء لأن لديهم تنسيقات وهناك من يحميهم وهناك المشكلة من يسميهم مقاومة. وأنا قلت لك
يعني بعد سنة ونص بيان أول بيان قبل يومين يلا سماهم الجماعات طيب الإرهابية راح أرجع بينما غيرهم إذا يلزمون عنده كسرية مال صيد يعتبر إرهابي ويعال المادة الرابعة إرهاب. أستاذ أحمد الشريفي تصورك لردة الفعل تجاه يعني هذه اللجنة التحقيقية من لدن الجماعات المسلحة المسؤولة عن إطلاق الكاتيوشا وغيرها من الصواريخ تجاه البعثات الدبلوماسية أو المعسكرات الأمريكية لا سيما في فيكتوري في مطار بغداد، نشاطها راح يزداد بناء على هذه اللجنة لو تنتظر نتائج الانتخابات وتقرر ايش راح تسوي فيما بعد؟ لا بالحقيقة لن تؤثر هذه اللجان، لن تؤثر على النشاط، ومحاولات السيد الكاظمي مستمرة، لكن أنا في تقدير الصراع سيبقى إدراكا من التركيبات السياسية التي تشعر أنها ستغادر ومغادرتها ستكون مغادرة خطرة لأنها ستوضع تحت طائلة القانون، وأن هناك رأي عام يجمع على ضرورة فتح الملفات، لا يوجد ملف مغلق للمرحلة القادمة سواء كان يتعلق بالإرهاب أو بالفساد، وآنذاك سيحدد خط شروع جديد للعملية السياسية في العراق. ولكن ما دمنا احنا في البرنامج يجب أن نؤكد على حقيقة مؤداها، أن ضباطنا ومراتبنا ترى قاتلوا في ظروف أصعب الظروف، والعيب ليس بهم، الخلل في الإدارة السياسية، فلا نحملهم أكثر مما تحمله، ونطوا دماء ونطوا وتاريخ من التضحيات، وذول أبنائنا حتى وإن عجزوا عن أداء المهام يجب أن لا نكسر معنوياتهم، فهم شرف الوطن وحماة سورة، وبالتالي الجيش هو يبقى القيمة العظمى التي لا يمكن لأي دولة أن تستغني عنها. وإحنا لاحظنا يوم وضعت مصر على المحك بين الانهيار وبين أن تبقى مصر قلب المنطقة الذي يمثل عنصر التوازن، انبرد الجيش المصري خير أجناد أهل الأرض وعادوا الاعتبار لمصر، فلا نخشى على العراق، لا زال لكن موارد بشرية وإن خذل سياسيا، فضباطنا ومراتبنا قيمة عظمى يعني. أكيد نعم. لا شك في ذلك، ولذلك الناس تستغرب يعني من حالة التدهور الأمني على الرغم من وجود خيرة الضباط اللي فعلا يعني قاتلوا في أصعب الظروف. يعني ينبغي أن تكون في نهاية المطاف لهم كلمة حتى ينتهي هذا العبث، أكو ناس قاعد تموت، فالناس مو شرط يعني نعم تسلم يعني في لا في بيخالف أستاذ أحمد، الناس مو شرط تسلم بأن هناك قيادة سياسية تحرك الجناح العسكري للدولة أو للسلطة، الناس تريد حل في نهاية الأمر. لا بالحقيقة أنا عشت هذه التجربة، عشتها يوم الانتخابات مال 2006، لا يمررون شخصا إلا بعد أن يتيقنون 100% أن ولائه للحزب أو للامتيازات، ولذلك من يدخل عبر الحزب وعبر الامتيازات هو أخل بشرفه العسكري، فإحنا لا نراهن على البعض ممن تم شرائهم، وإنما نراهن على الإرادات التي لا زالت حرة وتؤمن بشرف العسكرية، والقادم ربما ينذر بمتغيرات، كما كان البعض نكر رويبضة ما حد يعرفه أصبحوا الآن عناوين عملاقة، قد تتغير الظروف في قادم الأيام. هذا البلد لن يكتب له الموت لأنه تحت العناية الإلهية، وهذه دولتين مصر والعراق هذا أمرها. المغول دخلوا على العراق كان 40 مليون، غادروا 1 مليون، ما مات العراق، رد عاش والتعش وأصبح مهم وفاعل، فلا نصل إلى حد اليأس، لكن الخلل خلل سياسي، والسياسات خذلتنا، والمنتظم السياسي كله إسلامي وغير إسلامي خذل العراق والعراقيين، ومن يخذل العراق والعراقيين ستحل عليه لعنة عاجلا أم عاجلا. شكرا جزيلا الأستاذ أحمد الشريفي الخبير الأمني، الدكتور عياد الطوفان الخبير الأمني أيضا، شكرا جزيلا لكما على وجودكما في هذه الحلقة من حوار التاسعة التي كانت تحت عنوان شكل لجنة سياسة التعامل مع الأزمات. كالمعتاد نختم بما رصدناه من تغريدات على التويتر. التغريدة الأولى لهيثم نعمان، قال هيثم أو كتب هيثم: بعد 2003
صنف العراق قوميا وطائفيا، فعزل الكرد عن بغداد ودفعوا لكردستان، وألغي الوجود السني تهجيرا وسجنا وقتلا، ثم باشروا بقتل كل شيعي ثائر ومنتفض لنصل لمرحلة إخراج البعثات الدبلوماسية، ووصلنا لإلغاء العراق كشعب بتجزئته ونفيه، ومن ثم إلغائه كدولة معترف بها ليكون أحواز إيرانية ثانية. مقاربة مهمة. الدكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي، بمغادرة البعثات الدبلوماسية من العراق فالتدخل الدولي لإسقاط النظام أو فرض الوصاية عليه ومحاكمة المنفلتين يعد السيناريو الأقرب، هاشتاج قتل الدولة. طبعا يعني قضية مغادرة البعثات الدبلوماسية للعراق، يعني رئيس الوزراء في كلامه في حديثه للتلفزيون الرسمي قال احنا ما استلمنا شيء رسمي يعني فيما يتعلق بقضية مغادرة البعثات الدبلوماسية وإغلاق السفارات، لكن ليس بالضرورة أن تصل مثل هذه الرسائل السياسية في سياق رسمي ومن خلال بيانات، وإنما من خلال يعني رسائل تحت الطاولة أو من خلال وسطاء يبلغون بهذه الطريقة. فبالنتيجة ما وصل من رسائل لم تنفى في بيان رسمي، وهذا ربما يؤكد حقيقة التعقيدات التي سيمر بها العراق عاجلا أم آجلا. مازن الشيقر يقول في تغريدته: تأجيل تقرير قاسم العرجي وفالح الفياض وعبد الغني الأسد للكشف عن قتلة المتظاهرين والمخاطفين وميليشيات الكاتيوشا 30 يوما، أي بعد ظهور نتائج الانتخابات الأمريكية، ليكون التقرير متجانس مع سياسة ترامب أو سياسة بايدن، وعمليا مثل هيج منهجية ستضيع حقوق العراقيين. يعني لجنة تريد تكشف حقيقة إجرام يحصل يذهب بسببه ضحايا يوظف توظيفا سياسيا، نحن أمام تسييس لدماء الناس وبيعها كما اعتدنا. طبعا نشكر لكم طيب المتابعة. السلام عليكم. شربة الماء وهذا حال عالة النازحين، كل المظلومين عندكم اجيبهم بيدي، من اقصى العراق الى اقصى. سيدات والسادة، هذا مجلس النواب، رئيسا لجمهورية